صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين والعنبر. صباح النور من جاكرتا. احنا الاخوان دابا في جاكرتا، خرجنا الصباح دابا 7:30 الصباح، ما تفطناش درنا، كتشرق بكري وكتغرب بكري. هنا ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان، الترافيك راه تبارك الله، شحال عنده من المواطر هنايا وشحال تحديد. جاكرتا معروفة بالزحمة ديالها، أنا ندوزو دابا، طونوبيلات باركية فوق الطرق، زحمة جاكرتا معروفة، أسوأ الزحمة في العالم. المهم، حنا دابا ماشيين، باقي ما فطرتش، ما عرفتش شنو غادي نفطر هنايا. هما عندهم هنا كياكلوا مع الدخله، كياكلوا الراوز واللحام على الصباح. المهم انا ما بيا ما ناكل داكشي على الصباح، خوف على الصداع. يا يا ما نشوف اشوف شي راه ما كيوقفش. المهم شويه نمشي شي مكان شويه ترونكيل. اخوان هنا باش تقطع الطريق راه من سابع المستحيلات. عمري ما شفت الزحمة بحال هكا، شي بزاف. هاد المنطقة عاملين فيها الأشغال، هادو الباصات عندهم طريق خاص بيهم. المهم حنا عند التجهون هذا الاتجاه هذا، دابا قطعنا الطريق. بزاف هادشي هذا صراحة، جاكرتا معروفة بهاد الزحمة، ولكن مكنتش كنتصور واصلة حتى لهاد الدرجة. أخيرا هنايا شوية ديال الترونكيليتي، حد الضو باقي ما شعلش. يا 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 الزحمة عجيبة. غنمشيو دابا لو مونيمون ناسيونال، هو قريب هنايا، شوفو كيفاش عامل. هما بداو ماجين. الله 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 الله، هاو ماشي هاو ماشي، النحل النحل. حطتهم لي كيشعل الضا وكيهجمو بحالا. المهم نشوفكم تما يلا. الشباب من الطربوش، لان هاد الشمس عادي تهلكني. انا وصلت للمونيمون ناسيونال، لكن هنايا ناحيه الجيش ديال البوليس، نقول لك فيضان البوليس، ما عرفتش شنو واقع هنا، شنو الطوموبيلات البوليس والمدرعات هنايا الروينه. انا نوريكم انتم الاخوان، هذا هو مونيمون ناسيونال. هنايا هذا الحشد كامل الهائل ديال البوليس والعسكر و... عرفتي شنو هاد الروينه هادي كامله، عندهم شي مناسبه قيلا، وصلت في النهار اللي عندهم شي مناسبه، شي واحد كيخطب عليهم تما. انا اصلا بوليس في الدخله مشيت عندهم، قالوا لي ادخل، قالوا لي من تينا، قلت لهم المغرب، قالوا لي سير دخل دخل. انتما كتشوفوا الاخوه عقيل العسكر جاكرتا كاملين هنا. اخوان هاد النصب هذا كان بناوه على حساب الاستقلال ديالو اللي كان في 45، ايضا عملوا واحد الجامع كاينه راه هي تما، هذيك مسجد استقلال، اكبر مسجد عندهم واقيلا في البلاد هو هذا مسجد استقلال، ان شاء الله باقي غنزوروه. وهذه هي موناس، تما موناس النصب التذكاري، نورمال كيكون مفتوح كيدخلوا له كيطلعوا واقيلا فيه كاع، كيطلعوا تانا الراس. كما عرفتي اليوم شنو عندهم، كيبان عندهم هاد الشيء هنايا، ما عرفتي شنو بالضبط. شوف
نشوف ونسقسيو شي واحد. اخوانا حنا قطعنا التيكي ودخلنا هنايا في المونيمون ديالهم ناسيونال. الاضاءه عندهم ناقصه هنايا اباري ما كيصور لي شي مزيان. هنا عندهم التاريخ ديال اندونيسيا كامله، بداوها من الانسان ديال العهد الحجري كيفاش عامل هادشي هذا كامل، القبائل ديالو، التاريخ ديال اندونيسيا كامله. هناك شرحين عامين الشرح هنا هذا الشيء هذا كان عاملين هنا مختلف الديانات والممالك اللي دازوا عنده. تبقى تشوفوا هنا كيفاش هذا الشيء هذا التاريخ ديالو عبر العصور. زاونين هاد المجسمات هادو هنا، أغلبية كاين أطفال د المدرسة كيجيو يشوفو التاريخ ديال البلاد ديالو. الإسلام الإسلام والمسلمين هادو بينهم سنين. شتيهم ها يلا قلنا شو الإسلام راه دخل في التاريخ ديال أندونيسيا. هذاك اللي كان كيخطب فيهم في العسكر مسالة قال لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا وصلنا هنايا للداخل، طلعنا الفوق، طلعنا في الراس ديك المونيمون كتبان منو جاكرتا كاملة. شفتوا الإخوان كاين اطفال ديال المدرسه ملي كيجيو بزاف هنا الدنيا عامره بهم. غنوريكم شي مشاهد من الفوق. هانتوما الاخوان، ها جاكرتا، ها هو مسجد الاستقلال، هو هذا مسجد الاستقلال، ها هو اكبر مسجد هنايا. هاد السحبه اللي كتشوفو راه كامله غير التلوث، هاد السحبه ديال جاكرتا مدينه كبير دائما هاد السحبه كاينه هنايا. شباب احنا مع شي اخوان انا الناس صراحه ناس ظريفه، ناس الله يعمر هذا. اما اذا كيسقسيوك يجيو عندك يبقاو يسقسيوك كتقول لهم المغرب تينا المغرب كيفارحوا. اما اذا قلتي لهم مسلم كيطيروا من السما والله الا كيطيروا من السما. الناس الاندونيسيا ظريفين حتى الناس د ماليزيا صراحه. احنا خرجنا هاد جاكرتا الفلوق ديالها خصك تقسمو على سبعه لان اي جات شي طويل بزاف. خلاو لي هاد الكارطه هادي اللي كتدخل بها هي بري بايد. قلت لهم واش نرد لكم؟ قالوا لي خليوها عندك كتبان الكترونيك. المهم بقات تذكار ديال الزياره د موناس، احنا راه باقي حدا موناس. شريت واحد الكارطه اخرى ديال الباصات باش نجربو الباصات هنا كيفاش عاملين. عندهم كلشي في الكراتي هنا، مشكله هاد الكراتي. نشوفو تا واش في الترن كتخدم الترن ديال المطار. الدخلة انا بالفلوس، من هذا مونيمون موناس كيسميوه موناس، الدخلة 40,000 روبية. 40,000 روبية قول شي 30 درهم، 15,000 روبية هي 10 دراهم. هاد الارقام صراحة دوخوني، لي بي ديالهم فيهم الزيروس بزاف. كتشوف 5,000 و50,000 كتبقى واش 5,000 واش 50,000 كتبقى تحسب الزيروس واحد جوج ثلاثة واخي خصو يتخلص سينا كتحسب الزيرو تما. دابا نحفظ الالوان ديالهم، ماليزيا كنت حفظت لي بي ديالهم سهل، هادو باقي ما حفظتهمش. هاد الالوان تبقى تعرف 50,000 و5,000 و2,000. عطاوني شي تسوالدة ديالهم فيهم 200 عامين في حق شاوش. المهم دابا كيف قلنا اتجهوا للمدينة، طلوا شي حاجة في مدينة جديدة واحد الدويرة تما. نص النهار خصنا نمشيو لواحد المنطقة أخرى، شوف إذا استطعت نستعمل الدرونة
البترونه ديالهم باقيين مستعصيين عليا. وانا في الخارجه الاخوان كاين واحد السوق هنايا عاوتاني، عرفتي شنو وقع لهم هنايا، تيتحرق لهم السوق شاعبي هنايا، حوايج موجوده. شوفوا شنو كاين هنا، كيما شريت نزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كل بخير؟ أبا كبا. الحمد لله. الحمد لله. صحيح مسلم. هاد مظاهرة على الغلاء تبارك الله كبيرة هنا. مشات هكذا. إيه الناس بزاف. هذا مشكل ديال الغلاء العالم اخوان. انا جيت شفت انا المسجد كان جبار هاد السحلية اللي ما عرفتش شفتوها في الوادي. شو هاد العجب هذا؟ المهم انا ماشي دابا مسجد استقلال، قلت غنسبق مسجد استقلال لان الظهر عليني اذن دابا في الطريق. عاد هبطات في الماء وعومتينا في هاد الويدان هادو. اخوانا حنايا في الساحة ديال مسجد الاستقلال تبارك الله كبير. هادي الصومعة ديالو، عندو الصحة الساحة كباري. نصلي وجيت بكري، حساب لي كتأذن في 22 كتأذن في 43. يا رسول دارس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. القبة كبيرة تبارك الله ما شاء الله، كنبان بحال شي حشرة حداه. اللهم صل وسلم وبارك على
الدرس كاين هنا. تبارك الله كبير على الجامع، كبير بزاف. خلاص الصبابط عندهم كيخليهم هنايا في هاد الاكشاك هادو، كيعطيوك واحد الرقم بحال هكدا باش تجيب الصباط ديالك. وانا كاين واحد السوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الدروس كنت سمعتها من برا. ما شاء الله شعقلك. الدرس خد. وانا كاين واحد السوق. وسط الجامع. وانا كاين واحد الكنيسة قبلت. واحد الكنيسة كبيرة. هي اكبر كنيسة هنا. هادي هي ديك الكنيسة اللي قلنا. كنيسة كبيرة جات قبلت الجامع بالضبط. التوك توكات. اخوان جينا هنا المنطقة الجديدة. هذا هو مول جران اندونيسيا. مشهور هنايا في الماركات العالمية. طلبوا شي دويرة هنايا نشوفوا كيفاش عامل الأمور، شنو عنده. إخوانا شمنا هاد الطونوبيل هادي؟ كتكون شي حاجة شينوية. هادي كيحاولوا يدخلوها هنا. وولينغ. هاهي كيفاش عامل. كتبان واعرة متسعة. الشينوا كيحاولوا يدخلوا المارشي ديال اندونيسيا. شحال صغيرة هادي. كيبان والو المطرة تاهم. انا ما عندهمش الشينوا بزاف الاخوة. المواطر كلشي جابو، كلشي ياماها والهوندا، ياماها والهوندا، ياماها والهوندا. التويوتا يعني ياماها والهوندا. حسب لي عندهم مطارات الشينوا فحالنا راه ما كاينش غير الياماها والهوندا. هانتوما الاخوان دابا هذا الحي اللي عندهم الراقي ديال العمارات اللي هو هذا وسط المدينه. كامل عمارات وفي نفس الوقت كتلقاو تما الاكلات الشعبيه هي في الزنقه مدورين بها. شتيو عامره الدنيا الاخوان. خرجنا من هذه العمارات في المنطقه الغنيه. وانا حدا كيكري رصاصه الماكله. بغيتو تاكلو هنا في الزنقه عاوتاني. حاجه لا الغالي الرخيص هنا. هو الغدا ديالنا الاخوان ان شاء الله هادشي اللي غادي ناكلو. هانتوما الاخوان هادي هي المنطقة الفخمة ديال جاكرتا. هانتوما كاملة عمارات. هدا هو مونيمون ديال سلامات داتانك. سلامات داتانك هي مرحبا بكم. راح مرح الراجل كيرحبو بالناس. يبقى انا كلشي راه مدور عمارات. شوفو مشات هكدا. هدا اللي كيعدلو المشروع ديال MRT ديال الترانات دوسط المدينة. شي خففوا هاد الزحمه اللي كاينه دابا هنايا. باغيين يعملوا بحال قضيه ديال ماليزيا. انا ماليزيا صراحه عندها ترونسبور مدخن. انا اندونيسيا باقي خصها بزاف.
الاخوان رجعنا للاوتيل. نهار كان حافل فلوغ هذا يجي قد الخلا. رجعنا للاوتيل العشيه ما صورتش بزاف صح. خرجت كنشوف ترونسبور بيبليك كنحاول نتنقل شويه في وسائل النقل ديالو. مشيت في الباصات, مشيت في واحد التران, مشيت في واحد ما عرف شنو هذاك توك توك ولا ما شي توك توك بشكل واحد. دابا نعمل لكم شي طريفه شي لقطات داك الشيء في الموتور ما عرف شنو باقي ما مشيتش فيه. المهم جربنا شويه ترونسبور بيبليك في العشيه باش النوار كتغرب الشمس دغيا هنا الستة كتغرب الصباح عاوتاني كتشرق بكري. ما عرفتش واش حيت قرابي نخط الاستواء ولا شنو. المهم جبرتوني يلاه بدلت الغرفه. دابا غرفه البارح جبرت فيها شي ضياف. ضياف قرون. المهم في الصباح علمتهم انا قلت لهم راه معايا الضياف في الغرفه وانا جيت بوحدي. قالوا عين الطفوة يعني ديك شي نطفو ديك شي مجلس في العشية جبرت باقي الضياف جالسين تما. المهم دابا بدلنا الغرفة, جينا هاد الغرفة هادي كتبان حد الساعة كيبان ما فيها والو. كانت واحد الحاشية عندهم في القاع فيها كيتخبى هاديك شي. هاد الغرفة ما فيهاش ديك الحاشية, قلعوها باين يالله تقلعت مزولينها باقي اللصق ديالها تما. نتمنوا ما جينا بوحدي تنا نبقى بوحدي. المهم نشوفو غدا ان شاء الله شنو نقدروا نعملو. كان عندي واحد البروغرام ولكن ما نعرف جاكرتا استغفر الله جاكرتا ماشي بحال كوالالمبور بتاتا الناحية ديال الترونسبور. عندهم كاوس هنا مرونة مرة. وجاكرتا معروفة في العالم هي الدول اللي المدن اللي عندهم الازدحامات الكبيرة في العالم. حتى الساعة ما باقي كيبنيو السيستم بحال داك اللي في كوالالمبور ديال القطارات وهادشي. انما كوالالمبور صراحة زايدة, عندهم قطارات مونورايل امارتي الارتي باصات وديك الشي سريع ووالو دقيقة جوج ثلاثة كيجي تران كيمشي تران كيجي تران يعني متعطل شي وداك الشي منظمهم هيك. هنا كيحفروا ويعدلوا ماشي باش باغيين يعملوا فحال داك الشي كوالالمبور ولكن بداو شوية معطلين. ما حنا باقي ما بدينا كاع ما بدينا. المهم هما كيعملوا المجهود ديالهم. المهم باش ما نزيدوش نطولوا الفيديو اليوم تبارك الله عملنا بزاف الحاجات. مشينا للمناص, مشينا لمسجد الاستقلال, مشينا لمنطقة جديدة. راه مشيت حتى لكوطا دو المنطقة القديمة ولكن ما صورتش هاديك تان نرجع مشينا ان شاء الله شي نهار بالنهار باش نصور لكم مزيان. المهم منزيدوش نطولو الفيديو, غدا ان شاء الله تبعو معنا هاد السلسلة هادي. يلا باي.